عسلامة عسلامة يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا ربي. رجعت لكم المرة هذه وجبت معايا حاجتين سهلين مهلين ما يخلوش برشا وقت، وبطبيعة البنة مضمونة. أما قبل كل شيء ما تنساوش باش تعملوا جيم على الفيديو، وكانكم أول مرة تزوروا القناة متاعي ما تنساوش باش تعملوا أبوني. زادة باش تزيدوا تشجعوني هكيكا تبرتجيوا الفيديو مع الحباب والقراب متاعكم. المرة هذه إن شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا تارت بالدجاج، عملتها بمكونات غير العادة. حسيلوا ما نحكي لكمش، جات هشوش هشوش وتذوب في الفم. المكونات موجودة في كل دار. زاداش نشوفوا مع بعضنا السلاطة المفورة، ما فماش ما أسهل منها، وخاصة اللي كل صحة ومنفعة. بالنسبة للمقادير نستحقوا 200 غرام فرينة، 50 غرام إنشي عظمة، 100 غرام زبدة بحرارة المكان من المستحسن. أنا لهنا كخذيت نص مغرفة صغيرة سكر، نص مغرفة صغيرة ملح، وحطيت معاهم شوية زعتر، هذيك كالفاح اللي نفوحوا بيها البيتزا. هذيك معناتها كيف ما تحبوا، كان عندكم وتحبوا تحطوا وحطوه، ما تحبوش هذيك اختياري مش لازم. هذيك أنا أول حاجة باش نبدأ بيها هي الزبدة، باش نقعد نخدمها شوية، معناتها بداية حتى لين تولي سوبل على الاخر. هي ديجا بطبيعتها اخزروا لها سوبل، خاطرها معناتها خرجتها انا كيما نقولوا قبل بساعه كيكا، ولات بحراره المكان كيما نقولوا بالمستحسن، معناتها تكون من حراره المكان، باش هكاك بعد كي تخدموها تبدا سهله هكا. معناتها لهنا من غير ما نقعد نزيد معناتها نحركها، توا باش نزيد عليها الفرينه، نزيد عليها انشي، باش نزيد عليها كل الفحات الفلفل الملح السكر والزعتر، العظمة، توا باش نبدا نخلط بداية حتى لين العجينة تتلم. تبارك الله ما شاء الله كيفاش تلمت لي، وغزروا لها معناتها قداش سوبل، معناتها في ساعة تمشي مع ليت. لهنا كيف ما تراو حطيت بابي كويسون، توا باش نحط العجينة نتاعي. باش نعملها كعبرة شوية، باش نحط فوقها بابي كويسون اخرى، وباش نعدي عليها بالقلقل، باش هكاكا كي نبدا نخدم عندي ديما معناتها في البابي كويسون، لا نقعد لا نستحق لا الفرينه لا نشيل حتى شيء. ومن بعد سيغتو كي باش نهزها معناتها من البلون دو ترافاي ما توحلش العجينه هكاكا فغيمون، معناتها الخدمه تجيني سهله مرتوبه ونظيفه، معناتها وماهيش معقده حتى طرف، ما فماش ما اسهل منها. توا باش نحلها في القلقل، بطبيعه انتم المول اللي تحبوا عليها تاخذوها، انا عندي المول هذه المستطيله باش نخدمها لهنايكا، باش نحاول معناتها الفورمه باش ناخذها بالطول. بعديكا بعد ما حطيتها كيف ما حبيت، اغزروا كيفاش ما تضمو، تبارك الله ما شاء الله العجينه مشت معايا، معناتها لا وحلت لي لا حتى شيء. توا باش نحيد شويه البابي كويسون، وباش نزيد نغليها مليح مليح. هلا انا بعد هنا نزل معناتها في البقايا اللي فيهم شويه فراغ باش نمليهم، وماذا بينا نحاولوا تكون معناتها ديما نفس العلو معناتها من الجهات الكل. هو كيف ما ترى باش نمشي عليها نعدي بالقلقل كيف زايد الكل يتنح، اوب جوست باش نقبها شويه هنا،
وباش نخليها ترتاح في الفريجيدير لمدة ساعة من زمان للطن اللي أنا باش نحضر الفخس. باش نخليها ترتاح كيف ما قلت لكم باش تشد معناتها في المول مليح، تشد الفورمة مليح، باش حتى بعديكا كي باش نحطوها في الفور كيف ما قلت لكم راو العجينة ما تتشبتش. على ما قد اللي تخليوها ترتاح في الفريجيدير البات معناتها في المول على ما قد اللي باهي. وبالنسبة للعجينة اللي فضلت أنا هذية بعد ما نكمل نحط الفخس معناتها هذية باش نزينها من فوق معناتها كيكا نعمة ربي وما تتلوحش. نسيت ما قلت لكمش بالنسبة للمول بتبيع معناتها أي مول اللي باش تستعملوها معناتها أنا دهنتها بالزيت بتبيع معناتها قبل ما حطيت العجينة دهنتها بالزيت ولونه معناتها نعرفها اللي المول هذية ما تشدش أنا ديما معناتها عندي كشك دونك دهنتها بالزيت باش هكاكا نعرف معناتها كي باش تطيب إن شاء الله التارت ما توحليش وتتنحالي بالسهل. لهنا هيكا تويكا باش نجيو للفخس أنا شحطيت حطيت فرماج غابي اللي حطيت بغيير عملت عظمة مجبنة حطيت معدنوس وبصل. طويلة باش نوريكم بالنسبة للدجاج أنا لهنا فتفتو بالنسبة للفه حطيت الكركم التابل فلفل أكحل وملح وخلطت شوية زيت زيتونة وزيت العادي احنا اللي نقولولو زيت الحاكم حطيته معتها شطرته بالماء. بعديك الكسرونة حطيت لها ماء معناتها مشاطر شطرتها وخليته يغلي معناتها حركته وخليته يغلي حتى لين انشح معناتها قعد كزيت. بعد خليته يشيح فتفته مليح مليح في وسطه وكزيت متاعه هذيك بعد خلطته الكل في بعضه باش يشرب الزيت خطر هذيك بعديك كل فيح مع الزيت مع الفخس ميلونج يعطي جو بنين برشا. توا باش نخلطه باش نخلط عليهم حرعضة بطبيعة أنا باش نشوف بديت بحر عضا وشنا باش تبدأ نخلط ويكا بالقدي بالقدي كن حسيتو الفاخس عاقت برشا باش نزيدو عظمة ولا زوز سينا باش نخليه. لهنا بالنسبة للعجينة أغزرولها كيفاش أغزر كي ننزل عليها ميم با تتبدل معناتها أنا خليتها متى ساعتين ساعة ونص هي قولك معناتها ساعة كافية معناتها ساعة بالقدي بالقدي بالمرتاح ما أنا خطر تلهيت في حاجة أخرى دونك خليتها ترتاح هكاك يمكن تاع ساعتين ميم حتى اكثر. باش نخلط عليها الفخس نحاول نحطه على الكبر هلا بالنسبه للعجينه اللي فضلت لي كيف ما تراو عملتها نفس العمليه نتاع قبلي كمان تاع بالبابي كويسون حليتها تويكا باش نقصها سيور سيور وباش نعديها معناتها على كبر معناتها المو باش نزينها. ايوا هاك شوفوا محلاه لهنا هيك تويكا باش نبدلها شويه اصفر عظم باش يعطيني كل لون المزيان وباش نحط لها شويه جلجل بطبيعة انتوما كان تحبوا معناتها هذه اختياري هلا هنا تو بعد ما حضرت تو باش ندخلها للفور باش نخليها الفور سخنته من عندي هكاك ربع ساعه على 180 درجه وباش نخليها لمده 30 35 دقيقه. تويكا نجيو للسلاطة المفورة احنا نقولو لها سلاطة بطاطا فما شكون يقول لها سلاطة بطاطا ما انا في دارنا ملي حليت عينيا ديما نقولو لها سلاطة بطاطا الوغ في الحالتين معناتها اصحاح ما انا معناتها في المدة الاخرانية وليت نعملها في الكسكاس خاطر شي صحية اكثر انا قبلت كنت نعملها نغليها في الماء معناتها نقص البطاطا كيما تراو معناتها اون بوتي دي الجلبانة والسفناريا نقص معناتها نقص السفناريا والبطاطا والجلبانه ونغليهم مع بعضهم حتى لين يتيبوا ما تخليوهمش حتى لين يعجنوا خاطر من بعديك كي باش تخلطوهم باش تولي كيما العجينه ودي بريفيرونس ما تكون كل كعبه وحدها الخضره ما ديغنييرمون فما شكون قال لي راه كي تعملها في الكسكاس ديما نتعلموا راه كي نعملها في الكسكاس ما نفورها كيما ما نفوروا الكسكسي هكاك
حتى الينوتيب راهي كما نقولوا صحيه اكثر، وبالحق معناتها المنفعه نتاعها ما تضيعش. دونك انا عملتها في الكسكس، عملت مقفول بالماء، حطيت الكسكس وخليتها تفوق حتى لين طابت كيف ما تراو، اغزروا لها طايبه. اما مشكل العجين، مشكل هي بلا كيما العجينه. دونك عملت سفناريا، جلبانه وبطاطا، حطيت معاهم بصل مع دموس قد ما تحبوا. وبالنسبه للفاح حطيت فلفل اكحل، حطيت تابل، ملح وزيت زيتونه، معناتها حطيت بالبدايه زيت زيتونه، انا يعجبني برشا القوم تاعو في الماكله. وتويكا باش نخلطهم مع بعضهم، شنو اخر يا ربي، وبعديك باش نزينهم. معناتها فما شكون يخلط العظام معاه الزيتون والتون، انا لا، باش نحط من الفوق سورتو، معناتها سورتو العظام، خاطر العظام راهو كي يقعد نهار نهارين يعطل يعطل، معناتها يرد الماكله فيها ريحه. دونك انا ديما حتى كي نفوح العظام نخليه من الاخر، معناتها جوست باش نزين به. وكهو حاجه بنينه وكل منفعه، وخاصه بالحق سهله، ما فماش ما اسهل منها. ان شاء الله تكون عجبتكم الدبارة تاع المرة هذه، وان شاء الله المرة الجاية نرجع لكم بالدبارة كالعادة بنينة وسهلة.